جذب انتباهنا كلنا واحنا بنشتري الفراخ، تلاقي فراخ كبيرة قوي وسعرها قليل خالص، ما يتناسبش مع وزنها نهائي. طب يا ترى ايه السبب؟ اكيد يعني الموضوع في ان دي عبارة عن فراخ مسنة، فراخ كانت معدة لإنتاج البيض. أي فراخ بتعد إما تكون فراخ تسمين أو إنها تكون فراخ بياض، كل واحدة لها برنامج تغذية خاص بيها. الفراخ اللي بتتربى بهدف إن إحنا عاوزين منها بيض كتير بتيجي بعد حوالي 500 يوم من التربية بتوقف قدرتها على إنتاج البيض خلاص، بتكون عجزت وكبرت وأصبحت مسنة. فطبعا يعني المزارع والشركات مش هترمي الفراخ دي، بتحولها لفراخ تسمين وبتبيعها في الأسواق. طبعا اللحم بيكون رديء جدا، هتغيب معاك جدا جدا على ما تستوي كأنها لحم جملي، ونسبة الدهون فيها بتكون عالية جدا، ونسبة البروتين قليلة جدا، فطعمها بيكون سيء جدا. وده بيفسر لنا ليه بنلاقي فراخ أوزان كبيرة وسعرها رخيص، ما يتناسبش مع وزنها نهائي. الأفضل ابعد عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.